اوكي عملنا ريكورد. طيب بينت الشاشة قدامكم مش هيك؟ ايه اوكي. طيب في عندي هذه السيركت اللي موجودة قدامنا، و خليني احط القلم. اوكي، وفي عندي الريزيستانسز ال R1. اسرع خروجي، اسرع خروجي فاتت. طيب في اثنين بعد لما الجواد لما ظهر كثير. طيب في عند ال R1 وال R2 وال R3 وال R4 وال R5 كلياتهم معيهم، حلو. ومع المين كرنت بيساوي 1 بيساوي 2 امبير. هذا المين كرنت، هي دائما المين كرنت اللي بيطلع من البطاريه. وفي عند ال R5 resistance is the resistance of a lamp whose rated power is 1.5 watt. اوكي، فعنده power 1.5 watt. أول فرع show that the equivalent resistance between A and E بيساوي 4.5 ohms. يعني هون بدي اجيب الايكوفالنت ريزيستانس لمين؟ لأي ريزيستورز؟ لل R5 ولل R4. بس؟ لا لل R2 وال R3 وال R2 وال R3 وال R4 وال R5 كلياتهم. كلياتهم كلهم هودو الريزيستورز موجودين بين أي نقطتين؟ موجودين بين الـ A والـ A والـ A والـ A. ما هي المدخل للسيركت هي مين؟ اي اسمها هلا فتر، احسن ما تكون سجلتني غياب. شو الاسم؟ اسراء. اسراء ايه مش الحال. ورائدة كمان فاتت. والاي، ومين المخرج من هذا السيركت؟ الاكزيت الاي، هي الاي. الاي شايفين؟ فمقصود هون الار اكوفلنت بين الاي والاي هي كل ال بجيب الار اكوفلنت لكل هالريزستورز الموجودين بين الاي والاي. طيب خلينا نبلش لكن. اوكي، اول فرع حله بال بخط بي اي دي اي. نحي ده اللون ولا بغيره؟ استاذ فيك تحط لون تاني؟ هذا جاي فيه كتير. اي الاحمر، يلا مين فازن بارت اي. يلا هات لنشوف شو حتبلشوا انتوا، يعني بشو بدنا نبلش؟ او قبل ما نبلش، قبل ما نبلش بتتذكروا امتين بيكونوا الريزستورز ان بارالل امتين بيكونوا ان سيريز؟ يعني مثلا لنعتبر مثلا R1 و R2 موصولين بهذا الشكل سيريز، او دي تكون كونكتدين سيريز، صحيح؟ لانه ما في برانش بيناتهم. في شيء برانش بيناتهم؟ لا ما في، لا واحد طالع هيك ولا واحد نازل هيك، هودي مش موجودين. اوكي، فاذا ال R1 وال R2 كونكتد ان سيريز لانه ما في برانش بينهم. طيب اذا كانوا موصولين يا استاذ بهذا الشكل ال R1 وال R2 كونكتد ان سيريز، هودي بارلل. لا لا مش بارلل، بس مش سيريس لانه في خط بيفصل. لا ما شو هو الخط؟ لا لا لا، يا خط كامل سيريس. ما هي الار 1 والار 2 ما هن ان سيريس لانه بيناتهم ما في برانش بيناتهم. هم موصولين على نفس الجنكشن. موصولين على نفس الجنكشن. اوكي، هي بالنسبه للسيريس. هلا بالنسبه للبارلل مثلا عادة بيكونوا هيك، مثلا هول التو ريزيستورز ال R1 وال R2 هاو دي كونكتد ان بارلل. ليش كونكتد ان بارلل؟ لو نفترض مثلا هون موجودين بين ال A وال B، امتين بيكونوا التو ريزيستورز كونكتد ان بارلل؟ لما يكونوا موصولين عن او لما يكون في عندهم كومن جانكشنز. يعني مثلا من هذه الجهه من هاي الجهة لهذا الريزستور، من هذه الجهة لهذا الريزستور موصولين على أي جنكشن؟
جنكشن وحدة اللي هي الأي. اللي هي الأي بالضبط. طيب من ثاني جهة جنكشن بي موصولين على جنكشن بي، فإذا معناتها هود الآر 1 والآر 2 عندهم كومن جنكشنز، عندهم كومن جنكشنز A و B، فصاروا هود شو N parallel. إن parallel. طيب لأرسم لكم رسمي مثلا بشكل ثاني، نطلع هالمحاية الأمرار بتعلق. طيب مثلا لنقول موصولين هيك، هذه R1 وهذه R2، هذه A وهذه example وهذه B. اوكي هل R1 وال R2 connected in parallel؟ استاذ بالسؤال أربعة، انت بتكملنا كل الفيزياء صح؟ الأربعة اي ساعة؟ بعد الدوام. لانه مثل ما مثل الانجليش بيعطي لنا 12 ونص يوم الاربعاء. لا عبكره الانجليش عبكره هي بيعطي يا عطلة. هلا بعطت بكره عطله صح؟ عطله صحيح. ايوه تكسيت نفس الانجليش عيد مارون. لا لا الاربعاء 12 ونص قايله. شو بنعمل استاذ امتى بتعمليه؟ مش مشكلة بحكي معه لكن ونشوف بحكي بعد 12 ونص. شو بندرس شي 8 ساعات يا أساس باليوم؟ كويس بدك تحسب احنا كل يوم ما فينا نفضل الخميس أو الجمعة؟ كثير بصير في ضغط علينا يا أستاذ. بالخميس أنا هيك الخميس فينا نحكي لا لا بس الإنجليش أستاذ. الخميس الخميس عنا إياك ثلاث ساعات، عنا ثلاث ساعات وعنا إياك آخر حصة. ما هو لك الخميس ليش عم بعملها بعد الدوام حتى يكونوا لكل الشعب استاذ؟ هي خليها اجل احكي معي نعملها الخميس بس ثلاث حصص، يعني ما بنصيرش ناخذ كثير، يعني بنخلص على العشرة ونص تقريبا الخميس، وبنعمل بعد العشرة ونص دغري بنعمل امتحان. ما في ما لانه الشعب الثاني بيكون في عندهم دراسه. لا يا استاذ ما كنا نفس الشيء ولا ما بعرف اذا كلكم نفس. لا استاذ ما بيأثر، خلي الامتحان للاربعاء وبنحكي مع معلمة الانجليش تأجله. احلى ما هو ايه لانه انا قلت قبلها صراحه. نقلها عشان هيك عم بقول انه انت قلت قبل عشان هيك هي بتأجله. يكون التلاتة عطلة كمان وندرس. ايه خليها الاربعاء لكن احكي مع المس الانجليش انه انا قلت قبل ما تقولي. طيب اوكي نرجع لهذه الرسمة. ال R1 وال R2 how they connected in parallel ولا لا؟ In parallel. ليش connected in parallel؟ لأنه إنه عندهم نفس الجانكشن، ما في شيء يعني لو في مثلا ريزيستور على الخط ال A مظبوط إنه على هيدا الخط كانوا in series بيصيروا. طيب هلا رح ارجع ارسمها هيدي اللي انت عنها، بس هلا اول شيء ال R1 وال R2 اتفقنا هني كونكتد كيف؟ ان بارالل. ان بارالل، ليش ان بارالل؟ لانه من هيدي الجهه من هيدي الجهه اثنيناتهم موصولين على نفس الجنكشن صح؟ ايه ومن الجهه الثانيه كمان من الريزيستورز كمان موصولين على نفس الجنكشن، وبالتالي هود ال R1 وال R2 صار في عندهم common junctions من الجهتين، ولهذا السبب صاروا هودي فيه يقول انه connected in parallel. بس هلا لنفترض مثلا هون كان عندي هاي الرسم، لنفترض هون كان في عندي resistor مثلا R3 في الR2 والR3 هن سيريس والR2 والR1 هن بارلل. طيب خليني اسال هالسؤال، طيب الR1 والR2 هن كونكتد ان بارلل شيء؟ هل هن ان بارلل؟ ايه ان بارلل. ايوه ليش؟ هلا ما عاد صاروا ان بارلل. لما قبل ما كان في الR3 كانوا ان بارلل لانه كان عندهم سيم جانكشن. مظبوط 100%. هلا بس هلا ما عاد صار، حتى الار 3 منا بارلل مع الار 1
100%. هلا لقي، هلا الار 1 والار 2 ما عادش كنا نكتب انترلاك. اول شيء هلا من هذه الجهه الار 1 والار 2 موصولين على نفس الجنكشن من هون، موصولين، بس بدي اشوف من ثاني جهه. بس من الجهه الثانيه لا، من الجهه الثانيه الار 1 موصوله على نقطه بي، بس الار 2 موصوله على نقطه مثلا سي. يمكن يعني الار 2 من ثاني جهه مش موصوله على البي مباشره، موصوله على نقطه غير البي، وهذا ليش؟ بسبب وجود هذا الريزستور بيناتهم. اوكي، فاذا الار 1 والار 2 ما عادش في عندهم كومن جانكشنز من الجهتين، وبالتالي ما عادش في يقول الار 1 والار 2 هن ان بارلل. ماشي الحال؟ اوكي. طيب خلينا نرجع للرسمه لكن تبعيتنا. يلا هات لنشوف بارت اي اي. طيب استاذ اللي بشو ما نبلش؟ الار 2 وار 3. اوكي حلو، كيف كونكتد هودي؟ هول كونكتد ان بارلل. مظبوط، كونكتد ان بارلل، لانه من اول جهه موصولين على الاي ومن ثاني جهه موصولين على الاي. على الاي، مظبوط. هل الاميتر هون بياثر شيء عليهم؟ لا لا، وهذا جهاز بس ليقيس، يعني ما بيأثر على السيركت، يعني في يعتبره مش موجود. طيب ما أوكي. اصلا هو الاميتر مثله مثلهم، هو كمان موصول على الاي وموصول على الاي. ايه بس مظبوط، بس انه ما بيأثر على الار 2، يعني الار 2 فيه يقول انه ما في يأثر، لانه اصلا هو مثله مثلهم، يعني موصول مثله مثلهم، مثل كانه ريزيستور يعني. اوكي طيب طيب هلا شو بعد فيه يقول؟ عند ال R2 وال R5 هن in series. فينا نجيب قبل ال R1 وال R5 لأنهم بالبارلل. حلو. بعدين إنه يصيروا كلهم in series. ال R1 وال R5 are connected كمان in parallel. في شغلة كانت عم تقوليها أنت قبل ما تحكي، في حدا كان عم بيقول شو R2 شو؟ كنت عم بقول ال R2 وال R5 هن in series مش in parallel. طولي بالك. ال R2 وال R5 parallel، كيف كيف in series؟ استاذ ما هن موصولين بال A بس مش موصولين بنفس النقطة، ما ال R2 موصول بال E وال R5 موصول بال C. 100%، فما عادش صاروا in parallel. يعني هلا صاروا ان سيريس. لا مش معناتها انه اذا ما كانوا ان بارلل يعني معناتها ان سيريس، ممكن يكونوا لا بارلل ولا سيريس، يعني ما بناخذهم مع بعض. لا هلا مثل ما قلتي انت الار 2 والار 5 مش كونكتد ان بارلل، لانه من هذه الجهه موصولين على نفس الجنكشن، بس من ثاني جهه مش موصولين على نفس الجنكشن. اوكي، فمعناتها الار 2 والار 5 مش connected in parallel، بس هن كمان مش connected in series، لأنه في بيناتهم branches، يعني في بيناتهم branches هودي ال R2 وال R5، يعني ما بنشتغل فيهم هاد الكلام. ايه يعني ال R2 وال R5 لا connected in series ولا connected in parallel. اوكي طيب خلينا نمشي خطوة خطوة. ماشي الحال، بس ارجع لك. خليني امشي خطوه خطوه. اول شيء قلتوا انتوا الار 2 والار 3 كونكتد ان بارلل. اوكي خليني نجيب الار 2 3 لكن شو بتساوي؟ ضربهم على جمعهم لانهم تو ريزستورز كونكتد ان بارلل. مظبوط، ضربهم على جمعهم، يعني الار 2 هي 9 ضرب الار 3 36 على 9 زائد 36، قديش بيطلع؟ 7.2 بعتقد. 7.2 اوكي، 7.2 اومز. طيب خليني ارسم الرسمه. يعني حبلش من الاي، مش هيك؟ هيدا الار 1 ما ضارتها بعد، بتضلها مثل ما هي، والار 4 كمان
ما اشتغلت فيه. في عند الاي. طيب في عند الار 4 مش ار 5 ايه ار 4 انت حطيت ار 5 ايه صح. اوكي فاذا هون في عندي ار 4 هيدي ار 4 وفي عندي هون بوينت اي اوكي خلصت منهم هودي. في الار 5 اشتغلت فيه؟ لا الار 5 ما اشتغلتش فيه كمان بضله مثل ما هو. طيب هلا هون من تحت من تحت شو صار في عندي هون ريزيستور؟ ار 2 ار 3 مع بعض صار في عندي ار 2 ار 3 مع بعض فاذا بسميه ار 2. اوكي طيب بالنسبه للكرنت هون في عندي كرنت اي شو في عندي هون كرنت؟ اي 1 طالع وهون كان في كرنت اي 5 هون اي 4 اي 2 تحت لا خلص ما الاي 2 والاي 3 راحوا يعني صاروا هون. شو ما نحط الكرنت هون ما زال انه صار في عندنا ار 2 3 خلص بنسميه نحن هذا اي 2 اي 2 3 هيك بنسميه مثلا اذا هيك بنسميه مش الحال. اوكي هلا شو بعد في عندي؟ هلا شو بدي يبلش؟ بدي يبلش ار 1 والار 5 الار 1 والار 5 كمان connected in parallel connected in parallel. اوكي ال R1 وال R5 connected in parallel فبقول ال R1 5 بيساوي ضربهم على جمعهم ال R1 ضرب ال R5 على R1 زائد R5 ال R1 هي 12 ضرب ال R5 هي 6 على 12 زائد بيطلع الجواب قد ايه؟ 4 بيطلع 4 اوم. اوكي كمان برجع برسم الرسمه مره جديد. اوكي هذه الاي. طيب من تحت في عند الار 2 3 وهذه الاي. طيب هون في عندي شو؟ في عندي ال R4. وطيب هلا بين ال A وال C يعني هما هن ال R1 وال R5 أنا اشتغلتهم بين ال A هن موجودين بين ال A وال C فبين ال A وال C صار في عندي ريزيستور اسمه شو؟ R1 اوكي ار 1 شفتوا الرسمه كيف صارت؟ اوكي بالنسبه للكرنت بعده هون المين كرنت موجود هلا شو صار الكرنت اللي مارق بالار 1 5 بسميه شو؟ بسميه اي 1 5 ما لانه الاي 1 والاي 5 اندمجوا مع بعض الكرنت اللي مارق بالار 4 هو اي 4 الكرنت اللي مرق بالار 2 3 سميته انا اي 2 3 بس اذا بتلاحظوا هون الاي 1 5 والاي 4 ايكوال ولا مش ايكوال؟ بلا ايكوال لانه مارق بالار 1 5 ونازل على الار 4 بالضبط ما هو هذا الكرنت حيكفي ويكفي طريقه مع الـ مع الاي يعني على الار 4 طيب تمام هيك شو صار في عندي هلا؟ هلا اذا بدي كفي الرسمه عندنا ال R1 و5 مع ال R4 نسبة سيريس ال R1 5 ومع ال R4 كيف كونكتد ان سيريس
100%، لأنه بيناتهم في عندي، ما في عندي برانش، في بيناتهم شي برانش؟ لا في عندي هيك برانش مثلا طالع من هون من السي. اوكي ففي يقولوا ال R15 وال R4 connected in series. طيب من محي لك نعودي. اوكي طيب فاذا هلا ال R15 and R4 are connected in series ففي يقول ال R145 اذا بدي اجمعهم كلياتهم مع بعض حيساوي R15 plus R4 هذه بحالة السيريز. ال R15 طلعت معي قد ايه؟ أربعة مش هيك؟ 4 يمكن مظبوط. ال R4 قد ايه طلعت معي؟ أو هي 8 فبيطلع 12 8 plus 4 12 ohm. أوكي كيف صارت الرسمة هلا؟ هلا أنا بس بدي أرسمها للـ R equivalent اللي هلا طلعناها، وين بحطها؟ محل الـ R15 ولا محل الـ R4؟ لا محل اثنين، ما أنت جبتي للاثنين. يعني كيف in series ولا parallel؟ لا اللي كيف. أنت بترسمي أول شيء الـ A، مش هيك؟ نرسم الـ A. هلا نطلع من الـ A، الـ R15 والـ R4 مش انا جبت ال R equivalent لالهم؟ ايه صح. طيب هود ال R15 وال R4 موجودين بين اي نقطتين؟ بين ال A وال E. موجودين بين ال A وال E. فبرسم هيك، برسم ريزيستور واحد هون بسميه R145 وبوصله لوين؟ على ال E. يعني هول اثنين شلت استاذ، يعني انا احنا رسمنا هيدي الرسمة اللي جمعنا فيها الـ R1 والـ R5 مع بعض، ما كنا عرفنا انه الـ R15 والـ R4 هن سيريس؟ إذا ما كنا رسمينا يعني؟ ايه لا هلا فيك تتخيليها براسك يعني، بس انه بس قصدي من الرسم الأصلية اللي أنا معي إياها ما في أعرف أنه لا صعب. إيه أكيد صعب. لأنه حيكون في برانش، في عندي كذا برانش و صعب أعرف إنه الـ R15 هي connected in series مع الـ R4، إلا اللي بيتخيلها براسه مثلا بيقول الـ R1 والـ R5 إني connected in parallel حيصيروا ريزستور واحد، وهذا الـ R15 حيكون connected in series مع الـ R4، في منهم بيحللوها هيك براسهم من دون ما يرسم. اوكي فهيك برسمها لل R145 موجوده بين ال A وال E. هلا من تحت شو في عندي؟ في عندي ال R2 3. اوكي والمين كرنت مارق؟ هلا هولي صاروا parallel مع بعض، هودي صاروا parallel مع بعض. طبعا الكرنت اللي مارق بال R145 هو شو؟ شو الكرنت اللي مارق بال R145؟ الاي الاساسية؟ لا الاي الاساسية من برا هو الـ I15 واللي هو I4 100% هو I15 واللي هو نفسه أساسا هذا الـ I4 مظبوط. يعني في يحط I15 تحت الـ I2 والـ I3 هلا باللي تحت عم يوصل الـ I2 3. أوكي طيب
هلا اخر أساس. بس هلا هني صاروا بارالل، يعني بصيروا ريزيستور واحد، وبتصير الاي واحد الوحدة الفايت عليهم. 100% اكيد. هلا ال R145 وال R23 connected in parallel، وبجيب ال R equivalent. هلا ال R equivalent هي اخر شيء حتطلع، هي اللي بدنا اياها ال R equivalent، لانه هودي اخر شيء باقيين. فال R equivalent حتطلع هي ضربهم R145 ضرب ال R23 على R145 ضرب ال R23، عفوا على جمعهم، ضربهم على جمعهم. اوكي طيب ال R145 قديش طلعت معي؟ طلعت معي 12 اوم. ضرب ال R23 بتذكر هي 7.2 على 12 زائد 7.2. المفروض هون جوابا لهودي يطلع معي 4.5. فإذا حدا معه كالكوليتر طلع معك هيك، راح يطلع معي 4.5 اومز اكيد. هلا طبعا الرسمه هذه كيف يعني محل هول اثنين، هلا شو هحط؟ ريزيستور واحد، احط ار ايكوفيلنت، احط ريزيستور واحد اللي هو ار ايكوفيلنت. خلينا نحكي كل شيء لكان، واخر شيء الرسمه حتكون بهذا الشكل. الاي حيكون في عندي ريزيستور واحد اسمه ار ايكوفيلنت، وهذه الاي، وطبعا في عند البطاريه من تحت موصوله بهذا الشكل. اوكي فكل الريزيستورز اللي هون كلياتهم هودي صاروا عبارة عن ريزيستور واحد اسمه R equivalent، والريزيستنس له هو 4.5 ohms. شو رأيكم؟ ومعنا نحن المين كارنت اللي هي 1 point، اللي المين كارنت معناها 2 امبير. صار فينا نطلع الفولتج من قاعدة اومز لو اللي هي R times I، يعني بنحط 4.5 times 2 بيكون صحيح. هذا البارت اي خلصنا. في اي سؤال؟ يعني هذا بنصحكم يعني انه ترجعوا بالبيت، ترجعوا تحلوه، ترجعوا تطلعوا كيف طلعنا الار ايكوفالنت لكل هول الريزيستور، ونمشي خطوه خطوه. طيب 2 اي، هلا انت حليتي، سبقتي علينا. deduce the voltage across the battery، بدي طلع الفولتج على البطارية، على هذه البطارية. هلأ الفولتج على البطارية، البطارية موجودة بين أي نقطتين من البطارية؟ بين الأي والإي، بين الأي والإي. ففي يقول اليو على الفولتج على البطارية هي نفس الفولتج على مين؟ على الأي إي، اللي هو يو أي إي، يعني يو للباتري هو يو أي إي. طيب واليو اي اي في بين الاي والاي، في عندي ار ايكوفالنت، يعني الار ايكوفالنت للاي اي، ففي يقول طبق الاومز لو اللي هو الاي ضرب الار. طبعا اي ار هي ار ايكوفالنت، واي اي هي المين كرنت. خلص فاذا 2 المين كرنت معي اياها هي 2 امبير تايمز 4.5، والار ايكوفالنت هي 4.5، فبيطلع معي الجواب 9 فولت. ماشي يا استاذ؟ اوكي طيب هلا بدي اسال حدا من هالشباب. علي ضيا معي؟ علي ضياء أبصر من رأي. علي الصغير موجود، حلوة دي. علي ضياء، طيب علي الصغير خليك معي. علي الصغير قل لي أستاذ كيف جبت الإكويفالنت ريزيستنس لكل هودي الريزيستنس؟ مش حكفي بالسؤال لأنه حتلفوه أنتو هوم ورك لبعدين.
أساس فكرة عند سؤال راح صوت سؤال، كيف جبت الـ R equivalent لكل هود الريزستورز؟ أول شيء طلعت الـ R equivalent اللي هني parallel ايه لمين مع الاثنين؟ بعض، مثلا أول شيء الـ R1 والـ R3، الـ R2 قصدي والـ R3، ايوه حلو رجعنا الـ R1 و R5 مظبوط. طلعنا لهم، والـ R2 و R4. وال R2 وال R4 R1 5 و R4 R1 و R هلا لك، ما هو انت بدك ترسم الرسمي يعني هون هذا الاي ال R2 3 يعني محل هول اثنين، صار في عنده ريزيستور واحد اسمه R2 3 ومن فوق ال R1 وال R5 كمان طلعت الايكوفلنت لهم صاروا بهذا الشكل. في عندي بعد ال I4 هون ال R4 عفوا. هلا انت وصلت لهون ماشي عليه؟ علي ايه استاذ، ايه استاذ راح صوت ايه ايه فيك ترجع شو قلت هلا؟ ايه ال R2 وال R3 رسمتهم هي ان بارلل، وال R1 وال R5 رسمتهم كمان ان بارلل، حطيت محلهم ريزيستور واحد اسمه R1 5 وصارت الرسمة على هذا الشكل. هلا شو فيك تقول؟ ال R15 وال R4 ايه كيف كونكتد هودي ال R15 وال R4؟